سنة وانتم سالمين والمرأة الفلسطينية بألف خير. طبعا احنا بنشجع اي سد، واحنا بنعتبر انه المرأة مساهمة اقتصاديا بغض النظر هي بشغلها المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر، بمبادرتها بمشاريع او تكون بتشتغل موظفة، هذا كلياته مساهمة مهمة. احنا بشهر المرأة عنا مجموعة مضبوط سلسلة من الأنشطة اللي مننظمها لا تسليط الضوء على مساهمات المرأة بعدة مجالات. هذا المعرض طبعا ما قدرنا احنا نعمله لمدة سنتين بسبب الجائحة، وبالتالي كان تقريبا هو تقليد سنوي وتتويج لشغلنا مع هدول الصبايا، لأنه بنشتغل احنا ضمن منهج برامجي ببلشوا معانا الصبايا اللي بيكون يا إما عندهم مواهب أو بيكون عندهم مشاريع مبلشين فيها وبدهم يسقلوها أكثر وبدهم يطلقوها ضمن علامة تجارية معينة أو بدهم ينطلقوا بالسوق مترددين كل هاي الأمور. أنا إسراء الشامي، صاحبة مشروع رزوينة، محلي في بيت عوري تحته، مصممة أزياء تراثية معاصرة. في البداية بشجع أي صبية عندها فكرة إنها تبلش في المشروع، حتى لو مجرد فكرة، لو ما كانش عندها أي إشي، لأني أنا زي أي صبية وأي بنت في فلسطين، كلنا بنبلش من الصفر وحتى يمكن أكلم من الصفر. إنه بلشي مشروعك وأكيد بعدها بتثبتي حالك وبتنجحي بإذن الله طالما أنت عندك إرادة وكادر تثبتي حالك. أنا اسمي نهيل عدنان، مصممة مجوهرات من مدينة رام الله. اسم مشروعي مجوهرات نهيل، صياغة يدوية من كل المعادن، الفضة والنحاس والذهب بالطريقة التقليدية اليدوية. أنا بحس إنه نقلة نوعية بحياة السيدة لما تكون صاحبة مشروع. المشروع بعطي حافزية كبيرة يعني للحياة، للاستقلال. فاتن نيروخ، صاحبة مشروع صلصال لإنتاج الخزف من بيت لحم. بحب أحكي لكل سيدة إنها تكون دائما عندها طموح وإنها تشتغل بكل ما أوتيت لتحقيق الطموح تبعها، لأنه هو بضل الإشي اللي هي دائما العالم تبعها اللي هي بتقدر دائما تكون مسيطرة عليه. بلا شك المرأة لها دور كبير بالمجتمع، المرأة تكاد تكون المجتمع كامله، لذلك أنا دائما بشجعها إنها تاخذ الخطوة، تبدأ الفكرة وتكمل وما توقف عند أي حدا ممكن يحبطها أو ممكن يقلل من قيمة أي شيء هي ممكن تعمله. انبسطت كثير اليوم وانا بلف على المعرض وبحكي مع الصبايا، في منهم اشتغلنا معاهم من سنين، حكوا لي انه هلا قاعدين بيصدروا، بيطلعوا لامريكا، بيطلعوا للخليج، وهذا إشي المضبوط بشعرنا كثير بالفخر انه اللي بلشنا معهم حتى بهاي الخطوات البسيطه هلا انطلقوا وكبروا. شفنا قديش هذا بيزيد ثقتهم بنفسهم، قديش بيزيد من مكانتهم، قديش بيزيد كمان من مساهمتهم المجتمعيه. فاحنا مش بس نتدخل اقتصاديا هون، احنا كمان أضفنا كوادر جديدة محلية. هدول النساء صاروا هم نموذج لغيرهم من النساء ولغيرهم من الشابات. كتير منهم وأنا بحكي معاهم وبسألهم مين كمان بيشتغل معاكم بالمشروع، اكتشفنا أنه عمالهم بيشغلوا العائلة، الشباب، الصبايا، وكتير منهم عمالهم بيستفيدوا من التكنولوجيا الجديدة من خلال العائلة تاعتهم، وبالتالي الفائدة الاقتصادية عملها ترجع لإلها كست وطبعا للعائلة والمجتمع.